اذكر اذكر حيوانا ضخما يأكل النباتات والأعشاب. الفيل. نعم الفيل. الفيل ضخم. صح صح. واو وأعلى احتمال ضخم. بس مسكين يأكل بس الفيل ما يأكل لحوم. شو تقرر نروح وياكم لو نروح ويا القوشي؟ السؤال هدية من عندنا خلي أخذه. هدية يا بهدالكم السؤال. وأنا متأكد راح تحصلوا. تفضل استاذ المجرد الأخطيبة. صح خلي نشوف أرمين. أرمين نعم. بس كل حيوان واحد ضخم يأكل النباتات والأعشاب فقط. الغوريلا. 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 لم يأتي هذا الغوريلا لم يأتي لربما يعني ما صوره. بس الغوريلا أيضا يعني أحيانا تأكل اللحوم. الغوريلا الضخمة ها لأنه القردة لربما بس الغوريلا الضخم لا يأكل حتى الحيوان. وأونيل اذكر لي حيوان ضخم يأكل النباتات والأعشاب فقط. البقر. البقر. البقر نعم البقر لربما موجود. البقر. البقر.